غادي ساعة ودراج في استوديو شمس اف ام. مرحبا بكم من جديد في استوديو شمس. ضيفي اليوم من السياسيين اللي خلقوا كلمة التغول في المصطلح السياسي التونسي. حضر في كل خطاباته من التغول، تغول حزب واحد، تغول رجل واحد، ما يترددش في الدفاع على حصيلة مشاركته في الحكم ورئاسة الجمهورية تحديدا، ولكنه بالطبيعة ما يفلتش فرصة باش يسب اعلام العار، الاعلام الفاشل كما يتفنن في وصفه. ضيف اليوم رئيس الجمهورية المؤقت المرشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي. مرحبا بك سي المنصف. مرحبا، اولا تحية لكل المستمعين. انت قلت كلمة، قلت ما فلت فرصة باش يسب اعلام كذا. خلينا نقول لك العكس، انه الاعلام ما ثمتش فرصة باش يسب المرزوقي، يعني ما نقلبوهاش الآية. تنرجعوها بالتفاصيل. على كل حال جزء من الإعلام. خليني أقول لك في بداية الأمر حاجة مهمة خليني نبدأ بها، اللي هي في قضية هذه السب والشد وكذا، لأنه أنا قاعد نلاحظ اللي وتيرة العنف اللفظي قاعد يتزايد في الحملة، وأنا نحب نحذر من هذا، لأن العنف اللفظي يمكن أن يؤدي لا قدر الله إلى العنف الجسدي. أنا نحب نأكد على الشيء، بين قوسين، أنا سمعت اللي وقع الاعتداء على يعني الأمين العام للاتحاد، وأنا نحب نأكد إدانتي المطلقة لهذا، ونحب نأكد على التضامني وإدانتي لكل ما يمكن أن يمس يعني بالحرمة الجسدية أو بالعنف. وبين قوسين، في داخل بين قوسين، طب زعت قاعد نسمع لبعض الأطراف تقول اللي أنا ندفع للعنف والتعريض، ربما حتى تحب تشكي بها وكذا كذا. يعني شيء مضحك، الناس لازم تعرفوا أنه الشخص اللي يقول الكلام هذا هو شخص الذي تحت حماية الأمن الرئاسي بأمر مني 25. هذا طبيعي. لا لا لا, لا حبيبي اسمعنا عني كي. هذا أنا أقول لك، تو 3 سنين أو قرابة سنتين أعطيت تعليمات باش يحميوا زوز مترشحين الآن، اللي هم محمد همامي ونجيب الشابي، ولم يكن هناك أي يعني شيء يجبرني على ذلك إلا إحساسي بالدولة. أنا أيضا أعطيت تعليمات باش كل المترشحين، وهذا ما هوش داخل في حتى حد ما أجبرني على هذا، لأني أنا عندي احترام للدولة والشخص هذا اللي يقول لي أنا نحرض عليه أنا ندافع عليه. أنا أيضا بعثت السيد السلمي، بعثت لمدير الديوان بتاعي السيد باش قايد سبسي باش نقول له راني تحت ذمتك السيارات اللي خير إلى آخره كذا كذا. أنا حريص جدا على أنه الانتخابات تصير في أقصى قدر ممكن من السلم. وقت اللي نتكلم عن وقت اللي نستعمل كلمات طاغوت طغيان ديكتاتورية، رجعنا لها. لا لا لا، خليني نقول راني أنا إنسان أريد لهذه الانتخابات أن تمر بسلام، والنقاش لازم يكون نقاش سلمي، ويعني حل الخلافات بتاعنا هو خلافات ديمقراطية بالانتخابات، ولهذا أنا موجود هنا فهمني، ولهذا أنا طالب الناس كلها تنقص شوية من الاحتقان. أنا تفاديا لرفع الاحتقان وقت اللي الباجي قايد السبسي قال علي اللي أنا كفرني، قال لي ما نؤمنش، ما قررت إني ما نرفعش بقضية باش النقاش يبقى نقاش سياسي بين أشخاص على برامج سياسية وليس أمور شخصية، ولهذا عايشكم نهديه شوية ونهديه شوية اللغة، لأنه في آخر المطاف مرة أخرى باش نعود ونقعد ونخدموا مع بعضنا فيما بعد. وهو كذلك رسالة التهدئة هذه وصلت. تمام، باش نبداو شوية آخر معاك المنصف المرزوقي من البيلون نتاعك في رئاسة الجمهورية قبل ما نجيو لبرنامجك، كما بدايتنا باش تكون ببورتري سريع مع سماح مفتاح. في مواليد 7 جويلية 1945 في غرانبيليا، محمد المنصف المرزوقي هو رئيس الرابعة لتونس، هو مفكر وسياسي تونسي مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من تأسيسه حتى 12 ديسمبر 2011. محمد المنصف المرزوقي يحمل شهادة الدكتوراه في الطب، ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر. عائلياً المنصف المرزوقي هو أصيل الجنوب التونسي وعنده 11 من 1957 حتى 1961 التحق المرزوقي بالمدرسة الصديقية في العاصمة تونس، وغادر البلاد للالتحاق بوالده محمد البدوي المرزوقي عام 61، اللي كان وقتها عايش في المغرب، متزوج من مغربية جاب منها 7 صغار. قرر المرزوقي في طنجة عام 94 حصل على البكالوريا قبل ما يسافر لفرنسا لمتابعة الدراسة متاعه، وين عرس وأقام غادي 15 سنة. عام 75 سافر المرزوقي للصين ضمن وفد لمعاين تجربة الطب في خدمة الشعب في الصين. رجع المرزوقي لتونس 79 وخدم كأستاذ مساعد في قسم الأعصاب في جامعة تونس، وشارك في تجربة الطب الشعبي الجماعي في تونس قبل ما يقفل المشروع. تم اعتقال المرزوقي عام 94، ومن بعد تم إطلاق سراحه على خلفية حملة دولية وتدخل من نيلسون مانديلا. أسس المرزوقي مع ثلة من رفاقه المجلس الوطني للحريات في 10 ديسمبر 1997، وقتها تم اختياره كأول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان من 97 حتى 2000. غادر المرزوقي للمدفع في ديسمبر 2001، وين خدم كمحاضر في جامعة باريس. ونهار 18 جانفي 2001
2011 رجع المرزوقي لتونس، شارك المرزوقي في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 اكتوبر 2011 مع حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه اللي وقتها حاز على المركز الثاني ب 29 مقعد بعد حركه النهضه، وتحصل المرزوقي على مقعد في دائره نابل الاثنين. في اذار ديسمبر 2011 انتخب المرزوقي كرئيس مؤقت لتونس بعد ما تحصل على اغلبيه 153 صوت في المجلس الوطني التأسيسي على صعيد الشخصي المنصف المرزوقي متزوج من الفرنسيه بياتريس غين من ديسمبر 2011، وعنده زوج بنات هما ناديه وماريا. اليوم وبعد 3 سنين في قصر قرطاج المرزوقي يترشح لاول انتخابات رئاسيه بعد الثوره، يقول اللي حظوظه وافره ويقول اللي الشعب التونسي عنده ثقه كبيره فيه. كلام ما ينجم يجاوب عليه كان شاب نهار الاقتراع 23 نوفمبر 2014. محمد مصف المرزوقي، حوارنا بداوه معك بالبيلون حصيلة الحكم قبل ما نحكيه على برامج المستقبل. مصف المرزوقي شنو قدمت للتوانسة في سنوات حكمك رئيس جمهورية مؤقت؟ فتحت القصر للتوانسة اللي كان مغلق عليهم، أكثر من 20,000 طفل زاروا القصر، فتحته لكل الحساسيات السياسية. الحوار الوطني بدأ في قصر قرطاج قبل أن ينتقل إليه، يعني أكثر من كل رؤساء الأحزاب، كل الطيف السياسي من اليمين إلى الشمال قال قصر قرطاج وعمل فيه. جزء كبير من الإمكانيات المادية التي توفرت لي حطيتها في برامج التشغيل، وإطلقنا تقريبا 5300 موطن شغل، ووقت لهذا ليس من اختصاص رئاسة الجمهورية. كقائد على القوات المسلحة اكتشفت أن جيشنا لم يكن يتوفر على أبسط الحاجيات من السلاح. 3 سنوات عديتهم وأنا أسعى بكل قواي لتسليح الجيش وتسليح القوات الأمنية ومحاربة الإرهاب. على صعيد العلاقات الخارجية ساهمت في إشعاع تونس وفي يعني هزيت رجال الأعمال معايا إلى أفريقيا لفتح الأسواق الأفريقية، ساهمت بكل قوايا باش نجيب الاستثمار للبلاد، ساهمت بكل قوايا باش جزء من الديون يقع يرجعوا برامج تنمية. رجعت الاعتبار لكل التونسيين ومن جملتهم الحبيب بورقيبة. الحبيب بورقيبة اللي الناس تحاول يعني تستظل، أنا نذكر اللي أنا مشيت في سناست وقت اللي الناس تعترف أنا مشيتوش في سناست وقت اللي أنا مناظر بين قوسين الناس اللي قالت والد عاش 33 سنة في المغرب، بسات ما قالتش اللي كان لأنه كان يوسفي وكان مهدد بالذبح وهرب للمغرب بين قوسين، ما عنده بجاب سبعة صغار، ثلاثة صغار فقط. إذن يعني بورقيبة أنا اللي رجعت الاعتبار باعتبار أنه جبنا الوثائق الكل بتاعه وعملنا له متحف المنستير، والمتحف المنستير التو مازال موجود. إذا رجعت الاعتبار لكل التونسيين. في المجمل تعتبر حصيلتك مقبولة وإيجابية؟ أنا حصيلتي بالنسبة لي يعني حماية تمثلت بالأساس في حماية المسار الديمقراطي، منعت كل محاولات الانقلاب على المسار الديمقراطي، وأحمد الله أنه هالفترة هذه عديناها بسلام، عملنا دستور توافقي، عملنا مؤسسات، وصلنا لهذه الانتخابات. هذا ربما زاد يتشاف كشطر الكاس المعبي، نجم نعطيك زاد بنوع من نوع آخر فيه الحاجات اللي برشا توانسة باش يتذكروها على فترة حكمك. في فترة حكمك صارت حادث تسليم البغدادي المحمودي للليبيين، جت في عهدك. أحداث الرش ضد عدد من التوانسة جت في عهدك. اعتداءات 9 أفريل جت في عهدك. الاغتيالات السياسية الكبرى في تاريخ تونس جت في عهدك. نشوء وتطور أكبر جماعة إرهابية تونسية أنصار الشريعة في عهدك. حرق السفارة الأمريكية في تونس لأول مرة في التاريخ في عهدك. تعكر تاريخي وغير مسبوق في علاقات تونس مع دول عربية كما مصر، السعودية، الإمارات، من غير ما نحكيه على سوريا ذاك في عهدك. انهيار المقدرة الشرائية للتوانسة وارتفاع الأسعار جاء في عهدك. نعرف اللي فما أمور عندك عليك مسؤولية مباشرة بها، أمور أخرى لا، ولكن هذا سيد المرزوقي في عهدك. أي في عهدي، وحتى زاد في عهدي صار ربما تقولي صار الطوفان والجفاف. لا ما صارش طوفان وجفاف، ولكن هذه صارت في عهد حكمك. نعم، أولا هذا صار في عهد فترة انتقالية من أصعب مراحل تاريخ تونس، هذا اللي صار فهمني. وهالمرحلة الانتقالية كان بالإمكان أنها تؤدي بنا لا قدر الله إلى الشيء اللي تشوفوا فيه في 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 في, في البلدان العربية الأخرى. هذا زاد لازم تشاف، لازم تحط القضية هذه في إطارها التاريخي. أنا جيت في أصعب الظروف اللي تمرت بها تونس، لأنه الثورة كانت عبارة على زلزال، الزلزال هذا حطم كل شيء، الإدارة، التوافقات السياسية، المقدرة الشرائية اللي تحكي عليها الكل. احنا جينا في أصعب الظروف، والحمد لله أنه قمنا بواجبنا لكي باش نلملم الجراح، باش البلاد ما تغرقش في العنف، ما تغرقش في الدم إلى آخره. كل الإرهاب وما الإرهاب، استناني الإرهاب، شكون اللي سيب الجماعة الإرهابية أبو عياض في عهدي أنا ولا في عهد السبسي؟ العفو التشريعي العام اللي سيب الأغلبية نتاع الإرهابيين في عهدي أنا ولا في عهد الروحية
وبدا الاغتيالات السياسيه في عهدي انا ولا في عهد السبسي؟ لازم الانسان يكون موضوعي. انا اقول لك اللي العمليات الارهابيه انا مانيش متحمل مسؤوليتها للسبسي لانه هذا سيكون خطا. احنا كنا عشنا انطلاق هذه العمليه جزء منها بدا في عهده وبعدك يتواصل الشيء في عهده لانها مساله عالميه دوليه يا اخي. احنا اللي كنا نحكم في الوضع في ليبيا، احنا اللي كنا نحكم في الوضع في مالي في سوريا الى اخره. ما هو زاد يقول اللي هذا كله بدا في عهد الغنوشي كرئيس حكومه. انا الشيء اللي نثبت لك هو انه تسليح الجيش وتسليح الامن ما بدا الا وقت اللي انا شديت الحكم. ونحقق لك اللي المعركه الاساسيه ووضع الخطه الاستراتيجيه للقضاء على الارهاب والقضاء على العنف ما تحطت الا وقت اللي انا كنت ما صارش تعكر غير مسبوق في علاقاتك مع ال 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 الوزارة الدفاع وقيادات الجيش؟ هذا زاد ربما أبداً أبداً غير مسبوق في تاريخ تونس. أبداً أبداً غير علاقات لا كانت متوترة. الأخبار اللي جاتنا سي المنصور المرزوقي مع مهدي جمعة في موضوع تسمية وزير الدفاع، من بعد مع وزير الدفاع في حد ذاته في موضوع تسمية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعني حتى جزء من الجدل هذا دخل إلى المؤسسة العسكرية. لا سيدي الكريم، المؤسسة العسكرية بقيت والحمد لله سليمة وهي خارج الإطارات السياسية. أنه يكون في نقاشات ويكون في خلافات داخل الحكومة هذه طبيعة السياسة، يعني باش نكتب على أرواحنا احنا كل السياسات كل يعني الحياة السياسية مبنية على صراع الأشخاص وصراع على السلطات. المهم هو النتيجة، النتيجة شنو؟ النتيجة هو انه احنا الان عندنا جيش مسلح، عندنا امن مسلح، وهما قاعدين يواجهوا في الارهاب. فيما يخص التعكر شو قلت لي العلاقات الخارجية، العلاقات الخارجية، العلاقات الخارجية، شوف تونس اليوم، شوف العلاقات الخارجية قبل انا في المدة الأخيرة جانا كيري، جانا كيري وزير الخارجية الأمريكي، جانا لافروف وزير الخارجية الروسي، جانا بان كي مون، جاونا عشرات الـ يعني رؤساء الأفارقة والأوروبيين. عمرها تونس ما شاهدت هذا الزخم من الرؤساء ومن الكذا اللي وصلوا تونس. هذا زاد مش في عهدي، لا في عهدك. اي طبعا، ما هذا لازم تقوله. والسناني اما عمره ما عرفنا التعكر مع مصر والسعوديه والامارات كما اللي عرفناه في هذا لا, لا لا التعكر هذا ليس من تونس. احنا منذ البدايه قلنا اللي احنا ماناش قاعدين نصدروا في الثوره نتاعنا، احنا ندافع على قيمنا وندافع على استقلال تونس. انه بلدان اخرى تريد ان تتدخل في شؤوننا او تريد ان كذا، هذا 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 شغلهم. اما انا لا عمرنا دخلنا لا في شؤون داخلية نتاع مصر ولا الامارات ولا السعوديه، نحن نحافظ فقط على قيمنا وعلى دولتنا وعلى ثورتنا. هذا فيه نوع من التراجع زاد لا ما فيش تراجع اللي قلته، لان قلت كلام اخر فيما يخص مصر في الامم المتحده ذاتها. فيما يخص مصر في الامم المتحده قلت يا اخواني رانا كنا يعني كنا لازمنا نخدموا مع بعضنا، وراو تجربتنا احنا هي الحوار الوطني. اما راهو ذاك انقلاب وانا لا وراهو اللي يحكموا انقلابيين. لا لا, لا, لا لا هذا غير صحيح. غير انا قلت بالحرف الواحد انا ادعو الى اطلاق سراح الرئيس مرسي، ادعو الى التوافق الوطني، ادعو الى الحوار الوطني. هذه فكرتي، هذه انا هذه سياستنا، هذا تصورنا، وهو ليس تصور عدواني او حتى شيء اخر. اذا بمختصر الدبلوماسيه التونسيه في عهدي انا انتشرت في افريقيا وفي العالم وجابت رؤساء الافارقه وكذا. في عهدي انا دافعنا على استقلال تونس ضد بعض الدول اللي ربما سياستنا ما تعرف ما تساعدهاش. هكا عندنا الحق باش نكونوا دوله مستقله. على كل حال التوانسه مازالوا ما حسموش في الانتخابات الرئاسيه، ما كان عندهم نوع من الحسم فيما يخص الانتخابات التشريعيه، انتخابات شفنا فيها ما سمي بالعقاب لكامل منظومة الحكم اللي توجدت. النهضة فقدت مكانها الأول وتراجعت في عدد النواب، المؤتمر من أجل الجمهورية انهار في عدد النواب، والتكتل هذاك ذاب جملة واحدة ما عنده حتى مقعد. وبرشا قراءات سي المنصف المرزوقي تقول نفس العقاب باش يتواصل في الانتخابات الرئاسية ضد مصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي، لأنه الشعب قرر عقاب من حكم في الفترة هذه نتاع ثلاث سنين. شنو رأيك؟ رأيي أنه وقت اللي تقرأ تاريخ البلدان العامة دائما وأبدا تبقى بعد الثورات من يأتون لتحمل العبء والوزر دائما وأبدا يلاقون صعوبات، لأن الناس كلها بعد الانتخابات تنتظر، بعد الثورة تنتظر حلول سحرية. لكن اللي يجيو اللي يحكموا في اصعب الظروف، يعني مثلك الزلزال اللي طاح يلزمهم ينظفوا الساحه ومن بعد يعاودوا يبنيوا. والناس ما تنتظرش، تقول لك انا عملت الثوره نحب تو نخدم ونحب كذا كذا. هذا شيء ولهذا ثم صعوبه موضوعيه اللي ايا كان الاشخاص اللي كانوا يجيو مكان كانوا سيواجهونها. الناس لازمها تفهم اللي راهو بعد الثوره
دائما وابدا الوقت يزم طويل برشا، ثم ثورات فشلت وثم ثورات حطت 50 سنه باش عملت، ما ثم حتى ثوره نجحت باش تحقق كل الاهداف تاعها في 3 سنوات. ويعلم الله انه في 3 سنوات نعاود نقول لك اللي احنا نجحنا كبيرة، تفادينا كل ما هو موجود. انظروا الى البلدان الاخرى وقارنوا باش تشوفوا اللي تونس يعني استطاعت. سينونسوف نجحنا مش لانكم حبيتوا ننجحوا، ولا مش لانكم جبتوا انتوما النجاح، ربما كنتوا جزء منه، ولكن اللي صارت امور اخرى، فما منظمات وطنيه كان ما دخلتش ولعبت دور تاريخي في وقت من الأوقات في البلاد، كسياسيين كلكم كنتوا في صراعات محتدمة جدا بين معارضة وبين حكومة. يعني كيف نحكيه اليوم على نجاح التجربة التونسية، هو ليس نجاح اللي كانوا يحكموا في التجربة التونسية هكا ولا لا؟ بالضبط، أنا متفق معك تماما، هو نجاحنا كلنا كتونسيين وأنا فخور بهذا. وفيما يخص تقول لي الحوار الوطني أنا عملت مدة 2 سنوات، بعد كي وقت اللي شفت اللي ربما يتعثر وثم ناس داخل الحوار الوطني اللي عندهم حساسيات ضد مصطفى المرزوقي، قلت أنا نبعد، خلي الحوار الوطني تاخذ القوى السياسية، لأنه أنا بالنسبة لي المهم مش مصطفى المرزوقي وإنما الحوار الوطني ينجح. هذا زاد جزء من العمل السياسي يجب الناس تعترف به. ما فماش عقاب باش يسلطوه عليك التوانسة في الانتخابات الرئاسية؟ مش معناها عقاب، عقاب انا انسان ان فوت سانكسيون. لا ما فماش فوت سانكسيون، على كل حال خلينا ننتظروا. انت تقول لي يعني ثم حزب اخذ اغلبي اي شيء، هذيك طبيعه الانتخابات. يعني وقت اللي تشوف في كل بلدان العالم تشوف دائما وبدأنا الشعوب تحب تجرب، تحب تعمل توازن، تحب تشوف. هذا حق من حقوق الشعب التونسي، ولهذا انا رغم كل شيء انا معترف بهذه الانتخابات التشريعيه، ويلزمني نبنيه عليها على اساس انه فعلا هذا جزء من اراده الشعب التونسي ويجب ان نحترمه. لكن توا لازم توعي الشعب التونسي اللي راهو هنا نرجع لكلمه التغول، راهو اذا كان باش يواصل ان صح التعبير في عمليه شنو هي سميتها العقاب، وانه راهو ثم خطر كبير ياسر انه فعلا غدوه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ورئيس البرلمان والمجلس الدستوري بكامل اطيافه، بما انه المجلس الدستوري يسميه رئيس الحكومه ورئيس البرلمان ورئيس الجمهوريه، راهو ذا كله باش نرفعوا لمنظومه الحزب الواحد، وهذا راهو باش يعاود يرجعنا الى منظومه ما قبل الثوره. هذا جوستومون من اكثر المصطلحات اللي استعملها مصطفى المرزوقي في حملته، كلام التغول. ربما احنا حبينا نذكره شويه، يذول انت من اول الناس اللي استعملوه التغول في تونس كمصطلحات سياسيه، استعملته حتى قبل مع حلفائك السابقين. كان فما تغول من عند النهض ولا ما كانش فما تغول من عند النهض؟ شوف انا في 2012 فعلا استعملت هذه الكلمه وبعد احذروا من التغول. يعني قلت، وهذا اذا كان ثم دليل على حسن نيتي وعلى صفائي، هو انه فعلا استعملت هذا مع حلفائي. شنو عملت في تغول النهضه؟ ماذا فعلت؟ منعت تغول النهضه؟ استناني انا حذرت النهضه، قلت رايي يا نهضه، البلاد هذه بحاجه الى توازن السلطات، البلاد هذه بحاجه الى الناس كلها تكون الاطراف فيها الكل، يعني لا يجب ان نعود الى هيمنه الحزب الواحد. هالكلام هذا قلت لاصدقائي في النهضه. كيف منعت تغول النهضه؟ يا سيدي يعلم الله، تو ثم نظام، ثم حكومه منتخبه وعندها اغلبيه في البرلمان وتسلم في الحكم محبه في تونس باستثناء حركه النهضه وحركه التروكا. ما عملتوش لان مصطفى مرزوقي طلب منها؟ لا طبعا هذا كان في اطار وفاق وطني حكينا فيه، لانه كنا شركاء في الحكم، انه المصلحه الوطنيه كما انا قررت انه المصلحه الوطنيه تقتضي انه الحوار الوطني، بما انه ثم ناس عندها عليه تحفظات يلزم يمشي للمجتمع المدني، كما احنا تفهمنا على انه نرجع لبعض الاسئله، محبه للوطن يلزم نمشيو يعني ماذا تخرج من الحكم. نرجع لبعض الامثله اللي يعكسوا انك لم تفعل الشيء الكثير لمواجهه التغول. تسليم البغدادي المحمودي، ونعرف تاريخيا موقفك، يعني مانيش نعاود نذكر به، ولكن صار التسليم، احداث الرش، احداث 9 افريل، برشا يقول لك المصف المرزوقي في قصر قرطاج لم يكن له اي ردة فعل بالحجم الكافي كرئيس جمهورية في تغول الحزب الأغلبي وقتها، وبالتالي مش باش ينجم يقاوم تغول حزب أغلبي آخر اليوم إذا كان يوصل للسلطة. لا، ثم فرق، هو أنه أنا في المنظومة يعني 23 أكتوبر صلاحياتي كانت محددة بالأساس، هنا لازم الناس تفهم، محددة بالأساس بالعلاقات الخارجية والدفاع، فيما ما عدا هذا كان ذلك غير يعني كله من اختصاصات الحكومة. ومع هذا فيما يخص البغدادي المحمودي، أنا ذكرت بأنه يعني كانت شدة في كحة باش يقدم استقالة، كتبتها الاستقالة، لكن شعوري بأنه هذا باش يزيد يورط البلاد في مشكلة أعمق وكذا، خلاني يعني نتراجع في هذه الاستقالة، والموضوع
بقيت نتبع فيه مع الليبيين الى حد الى رمحان. في حكايه الرش نتاع سليانة يعني هذه مواجهات بين الامن، وانا خرجت في خطاب كنت اتذكر خطاب سليانة، اعتذرت لاهل سليانة وقلت لهم اللي انا اسف على هذا الموضوع. كل الاحداث اللي حاسبت طالبت بمحاسبه من قام بذلك، حاسبت من كان مسؤول على ذلك. يا سيدي الكريم انا نعاود نقول لك اللي في اطار صلاحياتي عندي الامن وعندي الدفاع وعندي يعني معنوية. بصلاحياتك ماكش قادر انك تقاوم التغول. بصلاحياتي القديمه كانت هناك يعني بالاساس السلطه المعنويه والقدره على الكلام. الان 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 على هذا لازم التوانسه يفهموا انه فعلا اذا كان معنى انا كنت ضد التغول من حلفائي اصدقائي، فما بالك الان وقت اللي يجي التغول منهم ليسوا اصدقائي وليسوا حلفائي، لكن انا مضطر للتعامل معهم محبه في تونس. تقول لي قل لك قادر على منع التغول كيفاش؟ اولا رئيس الجمهوريه في المنظومه الجديده عنده الحق باش يعني يرجع القوانين، اذا كان القوانين فيها اي مس يرجعها. عنده هو الحق باش يعطي مبادرات قانونيه، وهذه المبادرات القانونيه انا ساسعى انها تكون تضمن الحريات، لانه اليوم الهدف الاساسي هو الحفاظ على الديمقراطيه والحفاظ على الحريات، لانه مره اخرى وقت اللي تحط كل السلطه في يد نفس الحزب ونفس الشخص ونفس الاشخاص ينتموا الى منظومه واحده، وتعرف اللي هالناس هذوم عندهم عقليات نتاع الماضي، وتعرف اللي هم لا ناضلوا ضد الدكتاتوريه وربما كانوا اجزاء منها، خطر كبير على البلاد. انا اذا باش نحافظ على الحريات بالاساس عبر رفض القوانين عبر متابعه القوانين، ما تنساش اللي رئيس الجمهوريه يراس الحكومه المجالس الحكوميه، باش يكون عندي راي في كل المواضيع. يعني ثم ايضا الوقفه المعنويه الى اخره، حيث انا ساحرص كل الحرص على ان الحريات والنظام الديمقراطي بالاساس. انت تقول انك ربما ثم بعض الساعات في تتبع خطاب المنصف المرزوقي يمكن ثم بعض التناقض، تقول باش تكون تقاوم التغول اما تقول باش تكون رئيس موحد للتوانسه، انت عندك خوف من تغول طرف سياسي بارز اليوم في الساحه الجنوباني، ولكنك فرد وقت تقول ساكون موحد، كيفاش باش يعني ما فيش هذا التناقض، انك من ناحيه تعتبرهم غول ولكن من ناحيه اخرى تقول باش نحكم معاهم كتوانسه الكل وباش نحافظ على مصلحه التوانسه الكل. شوف التوانسه اليوم امام خطرين، نعاود نقول الكلام هذا نعاود فيه كل مره، التوانسه كلهم لازم يفهموا شنو الخطر. الخطر الاول هو انه فعلا نفس الحزب نفس الشخص عنده كل السلطات وبالعقليه اللي عنده، هذا يمكن يؤدي الى عوده الاستبداد. والخطر الثاني، الخطر الثاني اللي هو حقيقي، انه رئيس الجمهوريه ان شاء الله نكون انا بطبيعه الحال من غير الحزب الموجود، وهنا ينجم يقع البلوكاج. هذا شيء زوز خطر موجودين. انا اهم خطر، انا اخطر الخطر ساعتها بي. اخطر الخطر هو عوده النظام الاستبدادي، لان وقتها انتهى يعني كان ما عملناش ثوره. الخطر الثاني موجود، الخطر الثاني تاع البلوكاج موجود، انا اعترف به، يعني غدوه نجم انا والحكومه ما تفهموش اي كيف يكون الحل؟ يكون الحل هو انه اولا انا معترف ب يعني بانه الشعب عمل اختار هذه الحكومه، غدوه انا وقت اللي باش نجي اسم الطرف الاخر يعترف اللي انا نمثل جزء من التوانسه وهم يمثلوا جزء من التوانسه، وانا التوانسه كل يزمهم يخدموا مع بعضهم. انا بتجربتي السابقه تعاملت مع ثلاثة حكومات اللي ما كنتش متفاهم معاهم، لكن لا عمري اغدرتهم، لا عمري سبيتهم، لا عمري حطيت لهم العراقيل، لاني رجل واعي مسؤول ونعرف اللي مسؤوليتي هو اني اتعامل مع الحكومه. هذه العقليه بتاعي هي اللي باش تفرق. إضافة إلى هذا أنا عندي أمل كبير أن الحكومة المقبلة تقوم حكومة وحدة وطنية. إيش معناها حكومة وحدة وطنية؟ يكون فيها كل الأطراف، فيها نداء تونس، فيها النهضة، فيها مستقلين، فيها كذا. هالحكومة هذه إن شاء الله تكون متجانسة، مانيش باش نلقى معاها خصومة بما أنها باش تكون حكومة وحدة وطنية، باش يكونوا فيها ناس اللي هما قراب ليا وناس اللي هما مش قراب ليا، لكن في آخر المطاف إذا كانت تتغلب روح المسؤولية ما ثماش مشكلة. كيفاش باش يحكم المنصف المرزوقي إذا وصل لرئاسة الجمهورية مع الحكومة من طيف آخر بصفة عملية؟ حوارنا معاك مازال متواصل، ناخذوا فاصل وأنا راجعين. هذه ساعة ونص في استوديوهات شمس فهم، مرحبا بكم من جديد في استوديو شمس مواصلين حوارنا اليوم مع المرشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي. من جديد مرحبا بك سي منصف. كنا نحكيو على إمكانية وصولك لرئاسة الجمهورية وكيفاش باش يكون حكمك مع الأغلبية البرلمانية اللي موجودة اليوم، ولا على الأقل الحزب الأغلبي، لأنه يعني مازلنا ما عندناش أغلبية برلمانية، الحزب الأغلبي في البرلمان الجاي، لكن هنا قلت ممكن أني نحكم
معاهم، لكن الكلام هذايا ما كانش تقريبا هو نفسه في حوار لي كجريته مع الجزيره، ما عندوش برشا. نمشيو للزبين. المنصف المرزوقي يستعوذ من إمكانية التحالف مع حركة نداء تونس في حوار مع الجزيرة. نسمعه. تعتقد جازمًا أنك ستكون الرئيس القادم أيضًا لتونس؟ نعم نعم. وإن لم يكن لن يكون أبدًا من النظام القديم. أبدًا أبدًا أبدًا. التحالفات السياسية في ما بعد الانتخابات التشريعية هنالك مؤشرات على أن حزب نداء تونس قد يكون متحالفًا أو قد يتحالف مع حركة النهضة، هنالك مؤشرات من الجانبين. هل تعتقد أن ذلك يمكن أن يكون سيناريو قابل للتحقيق؟ لا. هل وارد أن يتحالف الرئيس منصف المرزوقي أو الحزب الذي كان رأسه مع نداء تونس؟ العياذ بالله، العياذ بالله، العياذ بالله. تحت أي مسمى؟ كل المسميات. بعد الكلام هذا منصف المرزوقي كيفاش نجم تحكم عن نداء تونس؟ سنني كلمة التحالف، شو بتعرفش معناها كلمة التحالف؟ التحالف معناها أني أنا حليف. تحكموا معاذكم؟ لا لا لا، التحالف مش هذا. ما التحالف، التحالف هو اللي انا نولي مع هذا الشخص، نولي كيف كيف كيفك هذا اليوم. انت متحالف مع ترويكا كنت ولا لا؟ استناني استناني. وغدوه باش تحكم حكومه ورئاسه الجمهوريه. خلينا نقول شوف، انا نعاود نقول لك اللي التحالف، كلمه التحالف هي الكلمه اللي يعني كيفاش انا اللي مثلت طول حياتي نظام يعني ضد الدكتاتوريه باش نتحالف مع ناس اللي هم كانوا رموز من رموز الدكتاتوريه، تكون معاهم في تعايش معناها كوابيتاسيون. هذه كلمة أخرى. التحالف لا، خاطر كل شيء يفصل ما بيناتنا، والدليل على ذلك الهجمات اللي توا راهي هجمات غريبة ياسر، فهمني؟ أما كوابيتاسيون ذكرنا بفرنسا، كوابيتاسيون ما مشاتش فيها الأمور حتى طرف، معناها كان تأزم سياسي كبير في فرنسا في الكوابيتاسيون. التحالف تحالف، أنا علاش قلت هذه كلمة؟ أعوذ بالله، هذو ناس يعني ثلاث سنوات وهم يهاجمونني ليلا نهارا نهارا ليلا، ما خلاو فيا ما بقاو ما كذا ما كذا كذا، وتجي تقول لي انا تتحالف معهم توا، انت تسحبني انا ملاك ولا قديس ولا نبي ولا شنو؟ لا، مش الشعب اعطاهم الانتخابات التشريعيه. يعطيك صح، اوجي هنا تجي ماهيش قضيه تحالف، قضيه تعايش وقضيه يعني عمل مشترك من اجل هالبلاد هذه. وقتها حاجه اخرى، يعني انا اقول مكره اخاك لا بطل، ونقول انا ديمقراطي اخاك لا بطل، ديمقراطي اخاك لا بطل. انا بحكم انه هذا الشعب اعطاهم كذا، ما عنديش مشكله. خاصة نعاود نقول لك راه أفضل شيء، أفضل شيء لهالبلاد هي حكومة الوحدة الوطنية، لأنه في حكومة الوحدة الوطنية هذه باش هما ياخذوا حجم معين ولو أنه حجم كبير، وثم قوى سياسية أخرى باش تاخذ حجم إن شاء الله يكون زاد لاباس به، لأنه في آخر المطاف عندهم 86 مقعد على 217، معناها ثم قوى أخرى اللي هي زاد موجودة. هذا أفضل سيناريو للتوانسه. لن يكون الرئيس الجاي أبدا من النظام القديم، شنو يحب يقول منصف المرزوقي بهذا؟ لانه توا يا رسول الله احنا عملنا ثوره باش نتخلصوا من النظام القديم. النظام القديم هو اللي جاب لنا هالمسائل الكل، هو اللي جاب لنا هالفقر هالتخلف هالتهميش كذا. حتى ما تقول لي الثوره بها وعليها يا سيدي، ثوره شكون جابها؟ انت ما هو جابها الثوره، جاتها من حيث نجم تقول هالوسخ وهالهم اللي تشوفوا فيه هو من تبعات النظام القديم. النظام القديم دقدق البلاد، حطها في في في, في مأزق، جات الثوره، جات تبعات الثوره، هذا كله محسوب عليه. الوقت تقول لن يكون ابدا من النظام القديم، باهي اذا كان انتخب الشعب شنو باش تعمل؟ اي لكن انا عندي قناعه انه الشعب لن ينتخب، اذا انتخب فهو حر بذلك. لكن انا بالنسبه لي منطقيا عقلي يقول لي يعني الناس كيف يمكن لناس يعني عانوا من هذا النظام ما عانوا انه اليوم يعاودوا يرجعوه وهم يعلمون انه ما بالطبع لا يتغير. يعني لازم الناس تفهم ما بالطبع لا يتغير، من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه. الآليات والعقليات هي 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 هي. وخصمك الرئيسي اللي قاعد تحكي عليه كان وجه لك هو زاد الكلام وقال لك باهي يا سيدي، إذا كان أنت ما انسحبتش توا من رئاسة الجمهورية باش تترشح، ماذا بينا كيف تخرج النتائج تغادر ال يعني يعتبر روحه هو باش يفوز، ماذا بينا تغادر كما يقول هو من غير مشاكل. نسمع بيجي قائد السبس. احنا نعتبره وجود في المشهد السياسي مهما كان الاداء نتاعو، هو كان رئيس تونس ونحن عندنا مفهوم الدوله، ولو ما نحترموش الشخص نحترم المنصب، ما نقولوش حتى شيء. انما يا اخي يعني اذا كان جاء اجل الخروج لازم يخرج، وهو احنا انتخبناه لمده سنه واذا به وقع ثلاث سنين، قل له توا من فضلك انت ترى مترشح بحق خرجت الحمد لله، مش قاعد كيف ما هو كيما سي مصطفى جعفر، مش معقول انت مترشحين انتم وما فماش مساواه ما بيننا وما بين بقيه المترشحين.
لكن مفر إذا تمت الأمور بالله ما تخلقش مشاكل أخرى في الأجال المضبوطة، وهذاك على الأقل راه نحترموك من أجل ذلك. إذا تمت الأمور أخرج في الأجال المضبوطة وما تخلقش مشاكل، شو يحب يقول؟ أنا ما نفهمش برا قول له هو سألو، أنا ما فهمت حتى شيء. يقول ما تحتاجش على نتائج. سنة يقول لك أنا ما نحترم المنصر مش الشخص. الشخص نحب ننبهه اللي أنا في 2012 فورين بوليسي حطتني من بين المئات أكثر شخصية عالمية تأثيرا فورين بوليسي، وأنه أيضا مجلة أخرى أمريكية حطتني ما بين الثاني أكبر 100 مثقف عالمي في 2012، حيث الشخص هذا وقت يقول ما نحترمش الشخص يجب أن يرجع للبيوغرافي متاعي ويشوف من أنا. فمني أنا إنسان نظرت حياتي ضد الدكتاتورية اللي هو كان من نظرت ضدها، أنا شخص كاتب 24 كتاب، أنا خريج المستشفيات الجامعية الفرنسية، أنا درست في كلية الطب في مونريال وفي باريس، أنا وقفولي صفقولي في البرلمان الأوروبي وبالبكاء، فهمني، وأنا يحترمني العالم العربي كله. أما عنده تخوف أنه كي تخرج النتائج ماكش باش تعترف لا 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 لا، يقول له رجع كلمته هذه ما نحترمه شخص كذا، أنا شخص فرضت احترامي على أمة عربية كاملة وفرضت احترامي على شخص كذا. ماذا بيا ينقص شوية من هالغلواء، وهذا يعطيكم فكرة معناها على الكبرياء وهالتكبر وكذا إلى آخره. فيما يخص إيش معناه أنا مش عامل مشاكل، أنا نهار اللي تخرج النتيجة فهمني سأهني المنتصر، أنا إنسان رياضي، أنا إنسان ديمقراطي، سأهني المنتصر ونحضر له الملفات ونحضر كذا ونمشي على راحة، ما نعمل مشاكل. ربما هو يفكر لأنه دائما وبعدين تعرف رأو قلب الحقائق رأو تعكس الشخصية بتاع الشخص، تعكس الشخصية بتاع الشخص. ربما هو إذا كان أنا منتصر هو يعمل مشاكل، وهذا رأو قاعد يحضروا له. تو جماعة وقت اللي تسمعك السيد يقول لك أنا باش نحاكموه، والآخر يقول لك باش نعملوا به قضية جزائية، والآخر باش يقول لك كذا، يعني شيء مخيف. وتتسمع اللي قاعدين يقولوا نحن باش نحلوا الأحزاب اللي نظرته، يعني شيء مخيف فعلا. ولهذا أنا أقول خلينا نحترم بعضنا، أنا نحترم السيد يحترمني، نحترم الناس كلنا نحترم بعضنا، نحترم قواعد اللعبة الديمقراطية. اللي ينجح بعدم تزوير، أنا نحب نلكد على التوانسة يردوا بالهم من أي محاولة للتزوير في أي اتجاه أو آخر. النتائج اللي بتعلن عليها ليزي أنت ستقبلها أيا كانت. طبعا طبعا طبعا. واضح. في الأيامات الأخرى جاتك انتقادات جديدة سي منصف المرزوقي، متعلقة بحديثك على الطاغوت، وواحدة أخرى متعلقة بعلاقتك بلجان حماية الثورة. نبدأ بحكاية الطاغوت، فجعوا برشا عباد كيف سمعوا تصريحك في واحد من اجتماعاتك الشعبية. ذكروا بي ليس هناك من طاغوت إلا الذي تراه من عهد البين، وإلا من يريد أن يرجع ليس هناك من طاغوت إلا الذي طغى في العهد البائد. وانت تعرف لي مصطلح الطاغوت هذا مصطلح تكفيري استعملته الجماعات التكفيرية ضد القوات الأمنية، ومن هنا بارش انتقادات جاتك على استعمال هذا المصطلح التكفيري في حملتك الانتخابية. فيما يخص التكفير أنا أذكر باللي سيد الباجي قاسم السيسي كان يتحدث، هذا كفرني قال في حديث يجب تخرجوه، قال هذا الرجل لا يؤمن كفرني. وأنا وقت اللي سمعت الكلمة ثم نصحني قال لازم ترفع به قضية لأنه هذا الرجل يكفرك، وقلت له لا أنا مانيش من هذا المستوى إلى آخره. فيما يخص يعني بعض استعمال عبارات تكفيرية عليه الطاغوت يعني أنا إنسان مثقف ونحب اللغة العربية، واللغة العربية لغة جميلة جدا. وقت اللي استعملت كلمة السافرات شدوا فيها الناس، لأن الناس ما تعرفش كلمة الطاغوت. هي كلمة ليست معناها ماركة مسجلة عند الإرهابيين، ولهذا إذا كان الماركة مسجلة ما عادش نقولوا لا إله إلا الله، خاطر الإرهابيين يقولوا لا إله إلا الله. الطاغوت في اللغة العربية تبي يعني جمع طغاة وجمع طغيان. هذاك الطغيان. لا كيف. أنا نعاود نقول اللي بالنسبة لي محاربة الطغيان ومحاربة الطاغوت وسميه كان دائما أبدا هو محاربة ديمقراطية، محاربة سلمية. علاش ما نقولوش زلت لسان وتقالت عند النطق الرسمي لحملتك وأنا تجاوز؟ يا سيدي تجاوز، خذها زلت لسان، خذها زلت لسان وتجاوز. لكن الناس اللي تعرفني مليح تعرف اللي أنا تلميذ غاندي فهمني، واللي أنا تلميذ مانديلا، واللي أنا طول عمري ناديت بالثورة السلمية. وبالتالي وقت اللي يجي ويحبوا يتهموني بأن بالتعريض على العنف شيء يثير الضحك، مش يثير الضحك، مش ساعات يخونك لسانك يا سي منصور مرزوقي؟ ممكن. نصب المشانق قبل ومن بعد كنت زلت لسان، سب الإعلام الفاسد والقناة الوطنية والعامين فيها وزلت لسان، تو الطاغوت زلت لسان، مش برشا زلت لسان. لا 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 مش نصب المشانق، هذه ما زلت لسان، هذه كذبة. وخرجت الواحد برا خرجوا شوفوه واسمعوا، عمري ما قلت هذا.
اللي قلته هو انه احنا الثوريين سلميين لا نريد العنف، لكن اذا قدر الله اذا كان احنا مشينا وتكاون على جهه، احنا مشينا وتكاون على جهه، ربما الثوره اللي باش تجي من جديد تكون ثوره عنيفه ولا اللي تنصب المشارب. هذا اللي قلت، حيث ما هي رساله لسان. وانا راهو على كل حال ما تعرف هذاك قاتلك تعرفها قاتلك هذا الجماعه قاتلك تقول ولا ما تقولش، قول لا اله الا الله محمد رسول الله، قل قال لا اله الا الله محمد رسول الله، تقول السلام عليكم، قل شفت قال السلام عليكم. يعني انا ما عادش عندي اي نيه باش نرد على هذه الترهات. هذا فيما يخص جمله الانتقادات اللي توجهت لك على حكايه الطاغوت، الكلام على لقاءاتك بحمايه الثوره سي منصف المرزوقي والتقائك معهم مع عناصر بارزه فيهم انهم يدعموك في الانتخابات وربما تلتقي في بعض الافكار، كيفاش ترد على الانتقادات هذه؟ اقول اللي هذا زاد من باب انا طول شوف الحمله الانتخابيه شيء طبيعي انه الناس تتكلم والناس تنقد، اما مغربيه يعني الحد الادنى من الموضوعيه ومن النزاهه. انا التنسيقيات نتاعي معروفه، تليفوناتهم معروفه، اشخاصهم معروفه، وهذوكم هم اللي يلزموني ما يلزمني حتى حد. تنسيقيات تم 24 تنسيقيه هم اللي عندهم اما دعم وجوه بارزه اللي رابطه حمايه الثوره ليك كيفاش تقراها؟ خليني وقت اللي نمشي انا الميتينغ ما نتحكمش في شكون يجي ويحب يعني يلصقني او يدعمني. انا بالنسبه لي حاجه ثانيه، انا نعاود نقول اللي بالنسبه لي اي شخص يجي على مشاريعي وعلى افكاري، على افكاري انا مش على افكاره هو، انا ما نظرت لي، انا بالنسبه لي الشخص هذا جاني باش يساند افكاري ومشروعي. هذا بشير بن حسن جاي هاك شو قلك؟ انا الشوقير مشيت له انت للدار ولا لا؟ ما مشيتوش، انا اكتشفته بالصدفه وفوجئت، وانا بالنسبه لي كانت مفاجاه ما كنتش اتوقعها، لانه ثم ايضا محاولات باش ناس تلصق بيا. المهم هو نسول بشير بن حسن ومجموعته الان تحركهم يقربوا مني هو شعورهم بالخطر، شعورهم بانه فعلا النظام القديم باش يعاود يرجع وباش يعاود ترجع كل الموبقات، ولهم هم مكبشين فيا كاني انا الأظام اللي هم اقل خطر. استناني طبعا اقل خطر من السداد، لانه يعني اللي ماتوا تحت التعذيب شكون؟ اللي ماتوا تحت التعذيب هم. وانت الان بالنسبه لي مع هؤلاء السلفيين اللي فعلا استقبلتهم في كاس القرطاج، علاش؟ بالاساس باش نقول لهم الله يهديكم، جيبوا شبابكم، ما تخليوش يمشي للطرف الاخر، خاطر هذه مهمتي انا بالاساس، منع الاحتقان وتخفيف من العنف، واعتقد انني استطعت الى حد المدى انه جزء كبير من هؤلاء السلفيين فهمني نمنحهم باش يمشوا العنف. تحبني انا نعمل سياسه نتاع الاقصاء والسب وكذا باش كلهم يطلعوا بالجبال؟ اما خير واحد يجبد جزء من هؤلاء الديمقراطيه لحقوق الانسان ولا يدفعهم باش يطلعوا للجبل. ايضا فيما يخص سامحني كلمه اخيره، يعني الناس مركزه على بعض الاطراف اللي تجي تسندني، لكن قاعد يسند فيها شباب لابس جين، قاعد يسند فيها مثقفين، قاعد يسند فيها يساريين، قاعد يسند فيها انا الوحيد نقولها بكل الوحيد اللي اطياف كامله من الشعب التونسي قاعد تسند فيه، بينما الاطراف الاخرى هذا عنده لقشه وهذا عنده لقشه، انا كل الجهات كل الطبقات وكل المشارب الايديولوجيه. هذه جوله كانت معاك سي منصف المرزوقي فيما يخص البيلون تاعك، فيما يخص الحمله والملفات اللي موجوده في الحمله. مازلنا باش نحكيو معاك شويه اخر على نظرتك لتونس في الخمس سنين الجايين، وشنو تقترح على تونس اذا ما عدت الى رئاسه الجمهوريه، وصلت رئاسه الجمهوريه، ماشيين لكرونو سبور وراجعين. مرحبا بكم اجيت في سودو الشمس، مواصلين حتى الماضي ساعتين حوارنا اليوم مع المرشح الانتخابات الرئاسيه الرئيس المؤقت سي محمد منصف المرزوقي. من جديد مرحبا بك سي منصف. قلنا باش نحكيو على موضوع رؤيتك لتونس في الخمس سنين الجايين وماذا تقترح على التوانسه، اما فيما يخص دعمك في الانتخابات، الامين العام لحزب المؤتمر قال انه يقرا قرار شورى النهضه بانه دعم غير مباشر للمنصف المرزوقي، شنو رايك؟ انا رايي يعني كل الاطراف التي تدعمني وهي شريحه واسعه من الشعب يعني مرحب بها. خليني نعبر بما ما عادش عندنا برشا وقت على بعض امال يعني. الامل اللي هو انه الاكبر هو انه الانتخابات هذه يعني تتم بصفه سلميه وبصفه ديمقراطيه، وانا نحب نحيي ما قامت به اللجنه المستقله للانتخابات، ونحب نطلب منها ان تكثف مراقبتها يعني حتى لا تقع لا قدر الله مشاكل. وفما حتى شكون طلب منها انها تعاقبك بين ظفرين، تعاقب حملتك وهو
المترشح كمال النابلي بعد تصريحاتك في ملف الخروج. لا انا طالب منها ان ما تدخلش في هذه التجاذبات السياسيه. انا وضحت موقفي من هذه كلمه طاغوت، وقلت اللي ما ثم حتى حد يزايد عليا في قضيه السلميه وقضيه الديمقراطيه. انا لي 30 سنه ندافع على السلم وعلى مش بالتو باش يلبسوني تهم مضحك، ولهذا المغربيه الايزيه ما تدخلش في التجاذبات هذه، وتقوم خاصة بدورها التقني اللي هو دور يعني إيصالنا للانتخابات. بعد مغربية أنه الشعب التونسي كله يعني يمشي لهذه الانتخابات، والنتيجة إن شاء الله تكون هي يعني في صالح الشعب التونسي، بمعنى أنه المنتصر الحقيقي سيكون الشعب التونسي. من بعد إن شاء الله إذا كان أنا يعني الشعب أعطاني ثقته، أنا نعود نقول اللي بالنسبة لي المستقبل هو توازن السلطات، توزيع السلطات، باش السلطة ما تكونش في إيد حتى طرف. أنا ما عنديش سلطة تشريعية، عندي فقط سلطة جزء من السلطة التنفيذية. راهو توزع السلطات هو اللي يحمي البلاد من التغول ومن الدكتاتورية، وهو اللي يضمن التوازن. لكن من بعد فعلا باش يجي وضع لازمنا نخدم فيه مع بعضنا. أنا نقول خلي هالفترة هذه بجروحها بآلامها بصعوباتها تمر، ومن بعد الكلنا معنا إلا هذا الوطن، معنا الكلنا راكبين في نفس الزورق، راهو إذا كان يغرق يغرق بينا جميعا، ما حتى حد باش يطفو. إذا أنا نعاود نقول اللي الأمل الكبير هو أن تتشكل حكومة وحدة وطنية من كل الطيف السياسي. أنا نخدم في ضمان الحريات، في توسيع رقعة الاستثمار الخارجي، في الدفاع عن الدولة. الحكومة تخدم على مشاكل التوانسة من القذارة الموجودة، تنظف البلاد، من إعادة الماكينة الاقتصادية باش تعطي العمل لآخر. في هذا الخمس سنوات نخليه بلادنا يعني تربح كل الوقت اللي ضيعناه. رانا ضيعنا 30 سنة تقريبا، ضيعنا 30 سنة من عمرنا، بلدان تقدمت 30 سنة واحنا في تجاذباتنا وفي عراكاتنا السياسية وفي الفترة متاع الدكتاتورية تاع بن علي ضيعنا. الآن في خمس سنوات يلزمنا هاد 30 سنة يعني نعاودوا نرجعوا الأمل، نعاودوا نرجعوا الحياة، وهذا ما يكون مرة أخرى إلا بأنه نقبلوا اللي احنا مختلفين، نقبلوا اللي احنا ننتميوا إلى تيارات إيديولوجية مختلفة، نقبلوا اللي احنا من منظومات مختلفة. ولكن تنجموا تحكموا بعض؟ مش نجم، ضروري، ما عندناش خيار اخر. راهو اذا كان راهو البلدان اللي تعاني الان من الانهيار كلها نتيجه النخب نتاعها ما تفهمتش. انا عندي وقت اللي نشوف في كثير من البلدان انه الملايين نتاع الناس كيفاش غارقه في الميزيريا وفي الدم وفي كذا، هذا كله لانه المخبه السياسيه الحاكمه ما تفهمتش ما بيناتها ودخلت. كيف تفاديت جوابي يا سي محمد نصف مرزوق على حكايه النهضه؟ نعم، ماكش معمل على قاعدة الانتخابية للنهضة في الانتخابات الجاية؟ يا سيدي الكريم، أنا أنت شفت موقف النهضة، القيادات نتاع النهضة، تقول لك نحن نترك لمخالطينا الخيار. وهذا قرئ على أساس أنه دعم لي المخالطين نتاع النهضة. أنا لست يعني في عقولهم، نتصور أنه فيهم ناس معايا، ناس معايا، ما أنت عارف، لكن أنا مرة أخرى نعول على أقصى وطيف واسع. انا عندي ناس باش ينتخبوني اللي هما من الديمقراطيين، من الطبقات الوسطى، من الطبقات العليا. انا اريد ان يعني ان امسح كل الطيف، وهذاك هو اللي باش ينجحني. يزول اليوم نجمنا نعملوا يمكن اول حوار نص مرزوقي من غير سب الاعلام، والله هذا ما يسمى قلب الحقائق، لانه انا المسبوب، انا المشتوم، انا اللي تو ثلاث سنوات وما قلتش يعني ما الحريه الاعلاميه وانت رئيس جمهوريه. طيب اعطيني شوف قارن بين بلدان اخرى. مانيش باش نقول لك، قل لي قداش من صحافي تونسي محطوط في الحبس، قل لي قداش من جريده تسكرت، قل لي قداش من راديو تسكرت. اما قل لي قداش قلت في الاعلام التونسي، الاعلام العار، الاعلام الفاسد، التلفزه الوطنيه. لا لا، هذا النجم يقول لك. اي لكن انا زادت نجم تقول اللي انا حييت كثير من الاعلاميين الشرفاء والنزهاء، اللي انا قلت دائما وابدا اللي يعجبوك واللي ما يعجبوكش هو الشرفاء والنزهاء. لا تو مثلا وقت اللي خرج واحد كذوبه يقول انه ملك المغرب يتعارك معايا وخرج، فهمني، وتخرج، هذا 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 معقول؟ هذا انتم ما تحتاجوا. وراي كثير من الاخبار خرجت من هذا النوع. راي انا نعاود نقول اللي قراري هو انه عمري ما نشكي بصحافي مهما كانت التجاوزات، لاني انا اولا عندي ثقه في نفسي، نجم نقولوا اللي يحبوا. بن علي كان يرعش من كلمه، انا ما نرعش من كلمه لاني ما عنديش ملفات، بيتي من حديد، من حجر، تنجم تضرب برشاشه قد ما تحب. لكن مره اخرى انا طالب اجهزه الاعلام انها يعني في هذه الفتره الحرجه تتحلى باقصى قدر ممكن من المسؤوليه. راهو العياط والسبان والشبكه كذا راهو ينجم يؤدي الى العنف الجسدي، وهذا يجب ان نقف له، ما يلزمناش نقبلوا اي بتاتا اي انزلاق نحو العنف الجسدي. سي محمد المنصف المرزوقي المرشح
مرشح للانتخابات الرئاسية. شكرا لك على حضورك معنا اليوم في استوديو شمس. والعدد نتاعك في الليست هو 24 كعدد الولايات نتاع تونس. شكرا لك على حضورك معنا اليوم في استوديو شمس. بارك الله فيك. شكرا شكرا لكم انتم على حسن الاستماع. رانيا بوتوريا كانت في الاعداد والتنسيق، وهبي رويعر في الاخراج. تحياتي حمزه البلومي. ملتقانا نهار الاثنين في لمان. فوالا علي وصفي لك. شكرا يعطيك الصحه. شكرا.